هذا الكيس سعة 150 لتر وضعنا فيه 70 لتر من الوسط الزراعي وليكن بيتموس أو كوكوبيت أو حتى بيتونج سويل، ومن ثم نضع كمية يسيرة من السماد العضوي المعالج حراريا. البرلايت أساسه حجر السيليكا وهو من شأنه تهوية التربة وأيضا يخزن المياه. نضع فيه كمية يسيرة السماد تقريبا من 2 إلى 1 كيلو، والهدف من إضافة كمية يسيرة من الرمل في الخلطة حتى نعطي جذور الطماطم نوعا من التماسك، لأنه هذه جدا خفيفة. لتعزيز وجود العناصر الغذائية في الخلطة راح نضيف هذا المنتج الكوكلي بكميات تصل في حدود 300 جرام. والحين وقت التخليط، والآن جاء وقت الزراعة. على بركة الله يكفينا واحدة، ثنتين، ثلاث، أربع، وهنا الخامسة. إذا حبيتوا تشتروا مثل هذه المنتجات وأكثر فعليكم بالمحل اللي راح أشير إلى حسابه وإلى رقم هاتفه في ولاية بركة، محل نور البراءة للخدمات الزراعية. وفقنا الله وإياكم في زراعة هذا الموسم.